الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. مراوي مشرف ورشة تركيب المونتاج، خذيت جروب معناها صغير كان فيه تقريبا حوالي 12 شخص. حاولت أكا في خلال نهارين إن نخليهم مغرومين بالمونتاج ويمشي ويواصلوا بعد ذلك إنه يبحثوا ويطوروا مهاراتهم في الجانب هذا من خلال تعليمهم أساسيات المونتاج، لأنه نعرف إحنا في نهارين ما نجمش نعطيهم كل شيء، حبيت نعطيهم الأساسيات اللي تخليهم هما مغرومين ودوي بالمونتاج. كانت الحق تجربة معناها مزيانة، فيها حاجة هكا بليس اللي هي إنك تخدم مع ناس ما عندهم حتى فكرة عن المونتاج، تقريبا كان شخص ولا اثنين. توصل انت تخلي ليكيب هذيك اليوم فرحانه انها اخذت لي زاتيستاسيون تاعها في المونتاج، دونك بالنسبه لي انا كانت خطوه جيده. دورة الرابعة هذه الأيام القاهرة السينمائية، بتبعها هي دورة لبلدان الغربية المتوسط اللي هما إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمغرب والجزائر وتونس. كل بلد يشارك بجزء أفلام في المسابقة الرسمية مع عروض خارج المسابقة لأفلام طويلة التونسية لدعم السينما التونسية. وكذلك فما هناك الورشات اللي قمنا بهم في السيناريو في الإخراج وفي التركيب. الدورة هذه خاصة، نعتبرها خاصة لأنه توجهنا للطلبة ورهنا عليها رغم خوفنا، فما حتى شكون قال لنا كي تلموا 50 طالب يتفرج راهو مليح في رمضان، لأنه الناس تصح هاك جرفتوا 450 طالب في فويي، واليوم العروض تشوفها متسلسلة كل يوم، واليوم الاختتام هو الطلبة موجودين رغم الويكاند وقالوا العدد نتاعهم روح لبلدانهم. نعتبرها ناجحة بالحق ناجحة، لأنه المهرجان هو فاتيه في دورته الرابعة، الإمكانيات المادية ماهيش كبيرة في الجهة، ما فماش دعم كبير إلا بعض الدعم من وزارة الثقافة اللي هو عن طريق مندوبية الشؤون الثقافية في القيروان. رهنا على أنه الجامعة تدخل معنا شريك وكلية رقادة شريك، ولكن في الجانب المادي ما زالت الأمور مش واضحة، إن شاء الله ندرسوها من هنا القدام باش نكونوا شركاء بالحق في التنظيم، خاطر يتكلف المهرجان من تذكر سفر للقادمين معناتها المخرجين من خارج تونس، الإقامة، الإعاشة، هذا الكل يتكلف، ولكن جاوزناه نحن بال شويه فما معناتها الدعم غير مادي، هو دعم معناتها غير مادي يساهم من وقوف مثلا المؤسسات الاعلاميه اللي توجدت اللي كما حياه فام ساهمت في تعريف المهرجان هذا. اليوم خذا صبغه كبيره خاصه على الباج بتاعنا في الفيسبوك، انه تكريم محمد دمك جاب لنا ما يقارب 10,000 في 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 معناتها سابقه هامه. الحياه فام، الحياه فام، زهره الحياه.